صباح الخير يا دولا. صباح الخير. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2. يا نهار أبيض، ده أنا اتأخرت أوي، لازم أكون في البازار دلوقتي. لا يا حبيبي، ريح لك يوم. وإيه ده؟ ده الفطار. الفطار هو المطعم قافل؟ لا. أنت هتحلقي لي ولا إيه؟ لا يا حبيبي، كل الأول. أكل إيه؟ لا مش هينفع أكل، أنا لازم أصلا أروح على البازار دلوقتي. كل الأول وبعدين انزل البازار. أيوة، أصل أنت مش فاهمة، رمزي عاوز ايه؟ انا دولا حبيب قلب ابن عمي، ما جاش النهارده فقلت يعني اجي اطمن عليه. اتفضل. يا رمزي خش. يا رمزي. دولا حبيبي الف سلام عليك يا دولا. الف سلام عليك. انت ايه جايب لي هديه من البازار بتاعي يا فندم؟ خش. ازيك يا ماما؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. اشرب من هنا والشفا. اهو ما حدش بقى سأل على الفلوس لغايه دلوقتي. عشان كده هروح اسلمهم في الاسم. اسم؟ اسم ايه يا ابو اسم؟ ايه؟ مرات الضابط اهم مني؟ هي تحج وانا لا؟ بقول لك ايه بقى؟ انا عندي فكره كويسه جدا. احسن حاجه تعملها في الفلوس دي انك تفتح محل اللي بيبيعوا الحاجات بابو 2 جنيه ونص ده. لا يا عادل، احسن حاجه تعملها انك تحط الفلوس دي في البنك كلها باسم اختك. على اساس ان انت الوحيده اللي معاكي بطاقه يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، احسن حاجه في الدنيا تعملها ان انت تخلي الفلوس دي للشقه وصاحبه الشقه. صاحبه الشقه والشقه محتاجين حاجات كتير قوي يا حبيبي. لا يا دولا، انت احسن حاجه تحط الفلوس دي بقى في توك توك. بس يلا بس يلا، احسن حاجه ان انا اخلي الفلوس دي زي ما هي كده اهو لغايه ما يجي صاحبها يسال عليها. ما انت حتى لو اديتها لصاحبها يا عادل هتضطر تاخد منه 10% نسبه لصاحبه الشقه والشقه. ايه الكلام ده؟ سابق لاوانه قوي يا اخوانا، ولغايه بقى ما يحصل الكلام ده الفلوس هكفنا جوه في الجلاب. اه يبقى انا كده عرفت مكانها. خد يالا، خد يالا، ولا تعال دخل تسرقنا واحنا قاعدين. صح، استنى بالليل وانت نايمين. صح ايوه، وانا هفتح لك.